لمصلحة الفهود. النقلة داخل منطقة الجزاء خطيرة ملعوبة تسقط من حارس المرمى حسن إدريس، تستمر لمصلحة الغرافة، ما زالت الخطورة قائمة، توقل فيها هدف. الله من حارس المرمى حسن إدريس، يسقط ويفقد كرته، يستردها خيمينيز، يقلها بتمريره الى عبد المجيد عناد، وهوب عبد المجيد على طول لمسه بالعقل، لم يمهل حارس المرمى ان يرجع يغطي مرمى، ان يستوعب ماذا يحصل امامه، وعبد المجيد عناد يسكن الكره في شباك السيليه. هدف الفهود الاول على طول لمصلحه الفهود. نقله الى عمرو عبد الفتاح، عمرو بشكل ممتاز، عمرو يتقدم، عمرو يسدد. الله، لعيب 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 في الكرة الماضية عسلية. لاحظ معي لاحظ معي، الأول برا، الثاني يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله. عمرو عبد الفتاح لاعب ممتاز، لاعب ممتاز تبعد، ما زالت مستمرة مجددا لمصلحة الغرفة، تأخذ بشكل ممتاز، عمرو الثالث. الله، تألق بقميص الفهود يثبت أنه واحد من طينة الكبار، يحتاج إلى الوقت. يا سلام يا سلام، هاتوا خذ ما بينه وما بين خيمينيز، يضرب من خلالها دفاعات السيلية، والثالث للفهود في الجبعة اليمنى. خطيرة خطيرة خطيرة، الرابع 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 يأتي فعلا، الهدف الرابع يا كعبي لمصلحة الغرافة. واحد من اللاعبين الممتازين ناصر الكعبي، هو قائد فريق تحت 23 عام، ويسجل الآن رابع الأهداف. ثلاثة اللي فرده في الكرة الماضية، لاحظ ثلاثة لاعبين من لاعبي الغرافة انفراد، وبالتالي